المقصودة غير مقصودة من هذا الحديث. وهنا لدينا الكرة. برونو روتشا يسجل لمصلحة بنفيكا هدف جميل جدا ورائع جدا في مرمى حارس المرمى ألسيدس بيريرا. واعتقد بأن ألسيدس بيريرا لربما يتحمل، لكن أمام برونو، برونو خطير خطير خطير. برافو بيريرا، مرر بيريرا، جورجينو خطير لمصلحة الريال، يسدد. سيتم تنفيذ الخطأ هنا. نونيز، نونيز، نونيز الرهيب يسجل ثاني أهداف أمام بنفيكا بتسديدة صاروخية. إي نعم، صاروخية قوية، إي نعم قوية. عادت الخلف لفرناندو حاضرة موجودة ولا زالت هنا التسديد. الله 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 الله، فابيو سيسيلو يسجل هدف بتسديدة قوية نارية في مرمى ألسيدس بيريرا. 2-2 2-2 ما بين الريال وما بين بنفيكا، ما بين الريال وبنفيكا. 34 ثانية لكن كل شيء وارد. هذول البرتغاليين ما لهم أمان، ما لهم أمان. يلا يلا.